وأما عن قرابته صلى الله عليه وسلم وعن أزواجه فأولاده هم القاسم وكان به يكنى صلى الله عليه وسلم، وزينب ابنته رضي الله عنها، ورقية ابنته رضي الله عنها، وأم كلثوم ابنته رضي الله عنها، وفاطمة ابنته رضي الله عنها. وتزوج زينب أبو العاص بن الربيع، وتزوج فاطمة علي بن أبي طالب، تزوج رقية أم كلثوم عثمان ولقب بذي النورين، وكذلك عبد الله أحد أبنائه ولقب بالطيب والطاهر، وإبراهيم هو ابن للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ولد مارية القبطية سرية النبي صلى الله عليه وسلم، وباقي أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من خديجة رضي الله عنها، لم يولد له من زوجة غيرها. وكل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم توفوا في حياته إلا فاطمة، فإنها تأخرت بعده بستة أشهر، فرفع الله لها بصبرها واحتسابها من الدرجات ما فضلت به على نساء العالمين. وفاطمة أفضل بناته على الإطلاق، وليس للنبي عليه الصلاة والسلام نسل من غير جهتها، نسل باقٍ. وقد أدرك بناته صلى الله عليه وسلم كلهن الإسلام، فأسلمن وهاجرن معه صلى الله عليه وسلم. وأما أعمامه صلى الله عليه وسلم، سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه وهو أخوه من الرضاعة، والعباس ابن عبد المطلب، وأبو طالب واسمه عبد مناف، وأبو لهب واسمه عبد العزة، والزبير، وعبد الكعبة، والمقوم، وضرار، وقثم، والمغيرة ولقبه حجم، والغيداق واسمه مصعب. ولم يسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا حمزة والعباس، وهم 11 عمًا له صلى الله عليه وسلم. وأولاده الذكور 3 وبناته الإناث 4. وأما عن عماته صلى الله عليه وسلم فهن 6: صفية وهي أم الزبير بن العوام رضي الله عنهما، وأم حكيم البيضاء، وعاتكة، وبرة، وأروى، وأميمة. وأما عن زوجاته صلى الله عليه وسلم فهن 9، وأسماؤهن مجموعة في قولك: حجز صخر سمعه، حجز صخر سمعه، فالحاء حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، والجيم جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، والزاي زينب بنت جحش وزينب بنت خزيمة رضي الله عنهن، والصاد صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، والخاء خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، والراء أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، والسين سودة بنت زمعة رضي الله عنها، والميم ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، والعين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها، والهاء أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها، ورضي الله عن نساء النبي أجمعين. وخديجة رضي الله عنها هي أولى زوجاته صلى الله عليه وسلم، وهي خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية رضي الله عنها، تزوجها صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، ولها 40 سنة ولم يتزوج عليها حتى ماتت. وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم فمن مارية القبطية، وعائشة هي التي آزرته على النبوة وجاهلت معه وواسته بنفسها ومالها، وأرسل الله إليها السلام مع جبريل عليه السلام، وهذه خاصية لا تعرف لامرأة سواها، وماتت قبل الهجرة بنحو 3 سنين رضي الله عنها وأرضاها. وأما سودة بنت زمعة فتزوج صلى الله عليه وسلم بها بعد موت خديجة، وتزوجها بعد أيام، وهي التي وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، وهي سودة بنت زمعة القرشية. وأما عائشة فتزوجها صلى الله عليه وسلم وهي أم عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق 7 سماوات، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرضها عليه الملك قبل نكاحها في سرقة من حرير، وقال: هذه زوجتك. وتزوجها صلى الله عليه وسلم في شوال وعمرها 6 سنين، وبنى بها في شوال في السنة الأولى من الهجرة وعمرها 9 سنين، ولم يتزوج بكرا غيرها،
وما نزل عليه صلى الله عليه وسلم الوحي في لحاف امرأة غيرها، وكانت رضي الله عنها أحب الخلق إليه، ونزل عذرها من السماء، واتفقت الأمة على كفر قاذفها بعد إنزال براءتها، وهي أفقه نسائه صلى الله عليه وسلم وأعلمهن، بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق. وكان الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون إلى قولها ويستفتونها. وأما حفصة فهي حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكانت قد أسلمت مع زوجها الأول خنيس ابن حذافة السهمي رضي الله عنه، وهاجرت معه إلى المدينة، ثم مات رضي الله عنه إثر غزوة أحد، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما زينب بنت خزيمة فقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زينب بنت خزيمة ابن الحارث القيسية رضي الله عنها من بني هلال ابن عامر، وتوفيت عنده بعد أن تزوجها بشهرين، وهي التي كانت تلقب بأم المساكين. وأما أم سلمة فتزوجها صلى الله عليه وسلم، وهي أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية، واسم أبي أمية حذيفة بن المغيرة، وهي آخر نسائه صلى الله عليه وسلم موتا، توفيت سنة 62 للهجرة. وأما جويرية فتزوجها صلى الله عليه وسلم، وهي جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار المصطلقية رضي الله عنها، وكانت من سبايا بني المصطلق، فجاءته صلى الله عليه وسلم تستعين به على كتابتها، فأدى عنها كتابتها وتزوجها صلى الله عليه وسلم. وأما زينب بنت جحش رضي الله عنها فتزوجها صلى الله عليه وسلم، وهي زينب بنت جحش من بني أسد ابن خزيمة، وهي ابنة عمته أميمة، وفيها نزل قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وبذلك كانت تفتخر على نسائه صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. ومن خواصها أن الله عز وجل كان هو وليها الذي زوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماواته. وتوفيت في أول خلافة عمر رضي الله عنه، وكانت أولا عند زيد بن حارثة رضي الله عنه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه، فلما طلقها زيد زوجه الله تعالى إياها لتتأسى به أمته في نكاح أزواج من تبنوه. وأما أم حبيبة فتزوجها صلى الله عليه وسلم، واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية الأموية، تزوجها صلى الله عليه وسلم وهي ببلاد الحبشة مهاجرة، وأصدقها عنه النجاشي 400 دينار، وسيقت إليه من هناك، وماتت في أيام أخيها معاوية رضي الله عنه. وأما صفية فتزوجها صلى الله عليه وسلم، وهي صفية بنت حيي ابن أخطب سيد بني النضير من ولد هارون ابن عمران أخي موسى، فهي رضي الله عنها ابنة نبي وزوجة نبي، وكانت من أجمل نساء العالمين، وكانت قد صارت له من السبي أمة، فأعتقها صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها، فصار ذلك سنة. وأما ميمونة فهي ميمونة بنت الحارث الهلالي رضي الله عنها، تزوجها صلى الله عليه وسلم، وهي آخر من تزوج بها، وتزوجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن حل منها صلى الله عليه وسلم. ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن 9 نسوة، وأول نسائه لحوقا به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته زينب بنت جحش رضي الله عنها 20، وآخرهن موتا أم سلمة رضي الله عنها 62 في خلافة يزيد ابن معاوية. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن زوجاته وآل بيته وعن الصحابة أجمعين، وارزقنا اتباعه والائتساء به وطاعته والسير على منهجه والتحاكم إليه والرضا بحكمه، وارزقنا يا ربنا حبه والشوق إليه، واجمعنا تحت لوائه، واجعلنا في صحبته، واجمعنا به في جنات النعيم، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.